رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين عشان نتكلم عن كيان عملاق تاني، وهو مجمع عمال مصر، اللي طبعا مش جديد عليه أن يمد إيد العون والمساندة لكل الجهات اللي ممكن تكون طرف مساند في دعم الصناعة الوطنية. ومن أيام كلف المستشار أشرف المقدم رئيس حزب شعب مصر المهندس هيثم حسين رئيس مجمع عمال مصر بمنصب نائب رئيس حزب شعب مصر لشؤون الصناعة، ودي كانت خطوة جديدة جدا لعمل عمال مصر في موقع جديد بالساحة السياسية لخدمة القطاع الصناعي، وده بالمشاركة بمنصب رسمي في واحد من أهم الأحزاب السياسية اللي ظهرت على الساحة المصرية. عشان تكون صوت الشعب ومشاركة المهندس هيثم الحقيقة في الحزب بهذا المنصب هو تأكيدا على دعم وتعاون عمال مصر في جميع الأطراف السياسية والحزبية لتحقيق تطوير حقيقي للصناعة المصرية، ويكون حزب شعب مصر هو منبر لتوصيل صوت كل العمال والمستثمرين والمصنعين والمطورين الصناعيين كمان ورجال الأعمال المستثمرين في الصناعة. تعالوا بينا نشوف تقرير مهم جدا، نرجع لحضراتكم من تاني. الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. الحمد لله الذي استخلف الانسان في الارض ليعمرها. الحمد لله الذي خلق فعلم وجعل النجاح ثمرة للجد والعمل. والصلاة والسلام على رسول الله. ثم اما بعد، السادة الكرام، رئيس حزب شعب مصر والسادة الحضور الكريم، انه لشرف عظيم ان نشارك في هذا اليوم التاريخي، هذا الحدث العظيم، مؤتمر التدشين لحزب شعب مصر، والوقوف خلف القيادة السياسية في حرصها وفي حربها ضد العدو المحتل ومخططاته الملعونة. ومنذ عام 2010 كان لنا رؤية واضحة لتحقيق ريادة الصناعة المصرية إقليميا وعالميا. فمنذ 14 عاما من خلال رئاستنا لمجمع عمال مصر نعمل بكل ما أوتينا من قوة في خدمة المجتمع الصناعي، ونجحنا في خلق وتحقيق قيمة مضافة للصناعة المصرية واستقرار الكثير من الصناعات وحل مشكلات الصناعة والتدريب والتأهيل لشباب مصر لتوفير لهم فرص العمل في القطاع الصناعي. والآن في نهاية عام 2023 فكرنا متجه نحو العمل تحت راية حزب شعبي يعبر عن صوت الشعب ويكون هو المتنفس لصوت وآراء ومتطلبات وأحلام الشعب، ويحقق له الحياة الكريمة الذي يأملها، ويعبر عن صوت العمال والشباب والمصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال. هذا الحدث الذي يعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وإصرار أبنائها المخلصين على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات مهما عظمت. ونؤكد لكم أننا لن ندخر جهدا في رفعة ونمو هذا الحزب، ونعاهد الله ونعاهد السيد الرئيس والشعب المصري أن نقدم وبكل إخلاص أقصى درجات التعاون، وأن نتحلى بقدر كبير من إنكار الذات، وأن نرسخ قيم ومبادئ العمل حتى نعلي من شأن حزب شعب مصر. إن المؤشرات الاقتصادية الراهنة ومعانا دلوقتي أعزائي المشاهدين أهم قطاع معانا في صناع مصر هو قطاع الصناعة، وطالما بنتكلم عن قطاع الصناعة يبقى أكيد بنتكلم عن المهندس هيثم حسين رئيس مجمع عمال مصر نائب رئيس الحزب للشؤون الصناعية والاقتصاد كمان. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وشرفتنا النهاردة في يوم بنعتبره بداية لحزب شعب مصر بشكل مختلف، بنشرف بتكليفنا النهاردة أن نكون نائبا لرئيس الحزب لشؤون الصناعة. إن شاء الله نقدر نقدم حاجة للمجتمع المصري بشكل مختلف من خلال منصة السياسة. دايما بنقول أن الصناعة هي العمود الفقري لكل الدول. ليه البشمهندس هيثم حسين تطرق في الوقت الحالي أن هو يدخل للأحزاب، برغم أن على علمي أن خلال الـ 14 سنة اللي فاتت كان ضد التعامل مع الأحزاب السياسية أو الدخول أو التطرق للأحزاب السياسية؟ احنا دلوقتي يمكن على مشارف 14 سنة خدمة في العمل الصناعي بشكل مختلف وتواجد،
وكان لنا أهداف أساسية، البعد التام عن المجال السياسي أو السوق السياسي بشكل مختلف، خوفا من نقطتين: إن احنا نبعد عن الهدف الأساسي كمصنعين وكمستثمرين، وإن احنا نقدر نقدم تجربة مختلفة ألا وهي مجمع عمال مصر. مجرد إن احنا اطمأنينا على الثوابت والأساسيات الخاصة بمجمع عمال مصر وبناء المنظومة الاقتصادية من خلال القطاع الخدمي والقطاع الصناعي والقطاع التعليمي والقطاع الزراعي في 2023 بمشروع مدينة أشجار مصر في محافظة الوادي الجديد، ده خلى عندنا يقين إن احنا لازم نتحرك بشكل قوي جدا من خلال حزب شعب مصر، وان احنا نكون متواجدين في السياسة. الكل يعلم ان هدوء الحياة السياسية مرتبطة بنهضة اقتصادية مختلفة، وده الهدف. وفي نفس الوقت احنا كمصنعين لنا رؤية ولنا اراء محتاجين ان احنا نوصلها، ومحتاجين ان احنا نحطها في قوانين مختلفة للحفاظ على المستثمرين وللحفاظ على اللي موجودين في القطاع الصناعي. البوابة المحترمة الأساسية إن إحنا نبقى موجودين من خلال راية حزب شعب مصر احترامنا. أكيد حضرتك ليك رؤية محددة في اختيارك إنك تبقى كمان موجود في حزب شعب مصر. أولا يعني حزب شعب مصر من 2017 وأشرف بدعمنا الكامل ليه، وأشرف إن إحنا نكون من المؤسسين، بنتكلم في 4 سنين أو 5 سنين تعب ومجهود من خلال سيادة المستشار أشرف المقدم، إن الحزب يتبني من الأرض من الشارع، إن هو يلمس الشعب الحقيقي وتواجده. ومن ثم اختيار الاسم كان فيه توفيق من ربنا كبير جدا، وإن لجنة الأحزاب السياسية وهيئة الأحزاب السياسية تمنح الحزب شرف اسم حزب شعب مصر، ده نقطة قوية جدا. القامات اللي موجودة في الحزب ادت مساحة وحرية ان لا ينفع فيه ان احنا نبقى موجودين بشكل قوي جدا، ينفع ان احنا نتعاون. ومن هنا برضو بقول نقطة مهمة جدا، احنا مش داخلين منافسين لاي حزب اخر، بل بالعكس احنا داعمين لكل الاحزاب، متعاونين لكل الاحزاب، وببلغ احنا بنقول صوت الشعب ليس الا بالظبط كده. وفي نفس الوقت بقول ان كل الاحزاب السياسية اللي حابة ان هي تندمج مع حزب شعب مصر، نأمل عشان يكون فيه صوت قوي جدا، والصوت القوي اما يكون موجود من حيث الصناعة والانتاج، ده اللي يطمننا على بلدنا. موضوع الصناعة مهم جدا في دولتنا بالذات في مصر الحقيقة، يعني بالأخص ان يبقى في عندي شخص 35 سنة في مسؤوليته 5000 موظف، وده من الحاجات الصعبة جدا ان حد يمثلها دلوقتي او ينفذها على ارض الواقع في هذه الظروف اللي احنا فيها. ازاي عرفت تقوم كيان اسمه مجمع عمال مصر؟ احترام الوقت واحترام التاريخ هو اللي خلى ان النتيجة دي بقت موجودة. كالعادة ما ابتديت المنظومة في 2010 وكان الواحد لسه 23 سنة او 22 سنة، وانه يحلم انه يحط طريق انه يكون مسؤول عن اسر ومستقبل وارزاق ناس، بل بالعكس ان انت تبقى مسؤول عن الصناعة وحل مشاكل المصنعين، هي دي النقطة اللي تخلي تيجي تقول ان نظام عمال مصر ومنظومة الاقتصادية الخاصة بعمال مصر يبقى النهاردة فيها اكتر من 5000 بيت و5000 اسرة. مش بقول بقى فرصة عمل واضحة، احنا بنتكلم في اسر موجودة في رقبتنا. ده بيزيدنا حاجتين: ان احنا نفضل مصرين على التواجد بتاعنا، ان احنا كمنظومة اقتصادية هدفنا ان شاء الله خلال 5 سنين اللي جاية ان احنا نكسر قاعدة المليون كادر يبقى موجود. كلنا بنسمع عن كيانات اقتصادية غزت دول وبقت موجودة، ايه المانع ان احنا يبقى فيه نظام اقتصادي مؤسسي يؤثر في مسيرة الاقتصاد العالمي؟ عمال مصر قدرت تحطها بشبابها وبكوادرها. عمال مصر انا شايفة ان هم وفروا بند الاستقرار لأي حد عايز يشتغل. مزبوط. بند ان انت مش لازم تشتغل في كيان حكومي، لا كمان ممكن تشتغل في القطاع الخاص. مزبوط. كلمني عن القطاع الخاص عمال مصر. كلنا متفقين ان القطاع الصناعي المصري والقطاع الخاص، ودايما احنا بنقولها الحكومة مش هتعرف تشتغل لوحدها، القطاع الخاص مش عارف يشتغل لوحده، الشعب مش هينفع ان هو لازم يكون في سواعد، لازم يكون في تواجد للجميع، ولازم يكون في قوه للجميع. اللي قدرت عمال مصر ان هي تعمله انها تعمل بيئه مستقره وامنه للمستثمر من خلال منظومه متكامله فيها 60 قسم، قادره ان هي تخدم على المستثمر بفكر المستثمر، قادره ان هي تتحاور مع القطاع الحكومي بفكر الحكومه، وقادره انها تعمل حلقه الوصل المحترمه والقويه اللي تريح القطاع الحكومي في توجهاته وفي الرؤيه اللي هو عايز يتحرك عليها، واللي تريح المستثمرين والقطاع الصناعي في الآلية اللي المفروض ان هو يكون موجود عليها، وفي المرونة اللي المفروض يتم التعامل بها مع المستثمر. ومن ثم في النقطة دي احنا عندنا الأهم في المنظومة هو العنصر البشري والكادر البشري، ازاي الثروة البشرية اللي عندنا نقدر ان احنا نحسن استخدامها، ونقدر ان احنا نوجهها للقطاع الصناعي بأهمية وبقوة وبحرفية واحترام للغة العلم والتدريب. دايما بقول ان توظيف 5000 موظف ده كيان لوحده،
ده مؤسسة أنا بحييك عليها الحقيقة بقى. يعني إن أنا كمان بدعم المصنعين، كلمني عن تدعيم المصنعين والمصانع. القطاع الصناعي فيه شريحتين مهمين جدا، في مستثمر وفي شاب عايز يشتغل أو ينوي دخوله في سوق العمل. لا نقدر ان احنا نيجي نقول المنظومه تشتغل بس برواد الاعمال، ولا نقدر نقول ان المنظومه تشتغل بالناس اللي هي هيكونوا عاملين سواء كانوا فنيين او مهنيين او مهنيين او حتى موظفين اداريين. لازم السوق المصري محتاج مليون رائد اعمال في القطاع الصناعي تحديدا. لما نيجي نتكلم على القيمه دي مرتبطه بعدد النسمات، احنا بنتكلم في 120 مليون كادر مصري. عمر ال 120 مليون اكيد هنحتاج رجال اعمال مختلفين طبعا. عندنا التجربه كلنا دايما بنتكلم عنها الحاج محمود العربي، احنا بنتكلم في 40 مليون فرصه عمل حققها الحاج محمود العربي على مدار 30 سنه او 35 سنه. دي قصه نجاح يا فندم، قصه نجاح. فلما نيجي نتكلم لو احنا عندنا 1000 رجل اعمال زي الحاج محمود العربي الله يرحمه، اما نتكلم يبقى عندنا مليون رجل اعمال. هي دي النقطة، احنا نسبة البطالة دلوقتي بنتكلم في 7%، 7% من 120 معنى كده ان احنا عندنا 7 مليون شاب على أهبة العمل. وما بنيجي نتكلم احنا 40 مليون شاب جاهز لسوق العمل، ال 40 مليون دول احنا عندنا مشكلة ان البطالة الحقيقية بتكمن في المؤهلات العليا والإدارية حقيقي مش في المهنية. بس باشمهندس هيثم كسر قاعدة المؤهلات العليا فقط هي اللي بتنجح. ده حقيقي. حقيقي أنا بحييك على ده، إزاي لمست الجزئية دي في المجتمع؟ المجتمع الصناعي وجودنا داخل المجتمع الصناعي بيخلي الواحد عنده حجم خبرات مختلفة، بتتعامل مع المكن وبتتعامل مع المكان وبتتعامل مع احتياجات السوق وبتتعامل مع التصنيع وبتتعامل مع التصدير وبتتعامل مع سلاسل الإمداد والتموين. كل المراحل دي بتخلي عندك حجم من الخبرات المختلفة اللي تخليك ان انت تيجي تقول بعد 14 سنة يبقى ليك رؤية اقتصادية، يبقى ليك رؤية سياسية انت عاملها لاحتياجات سوق العمل. يعني احنا وجودنا والنقطة اللي احنا بننطها ديت او هنسميها بلغه افضل واسهل التقدم اللي احنا بناخده على المستوى السياسي، هدف اساسي الحفاظ على ما توجدنا ليه كقطاع صناعي، ان احنا نكون صوت للمصنعين وصوت للمستثمرين وصوت للعاملين في القطاع الصناعي، ان احنا اتجاه واحد وايد واحده، هدفنا هي رفعه ونشاه ومساعده الاقتصاد الوطني. وزي ما اكدنا دايما التعاون والتكاتف ما بين السياسيين والاقتصاديين ده مرحله ما فيش فيها ان حد يقول انا ماليش دعوه، كلنا حاجه واحده وايد واحده. رؤيتك المستقبليه السياسيه من خلال حزب شعب مصر، عايز اسمعها من حضرتك. رؤيتنا كنشاط صناعي او كتكلفنا بناء بالضبط كده بان نكون نائبه لرئيس الحزب في الشؤون الصناعيه وارتباط عمال مصر انها تكون اداه قويه جدا لخدمه الحزب وخدمه الاهداف الاساسيه اللي احنا نبقى موجودين فيها. دايما كل المصنعين بيدخل المجال السياسي للحفاظ على مكتسباته الماليه والامكانيات الاقتصاديه. الموضوع مختلف وخلينا نكون صريح مع الناس، ومسؤوليه كمان يا باشمهندس، مسؤوليه كبيره. المره دي احنا العكس، احنا بنقدم منظومه اقتصاديه اللي بنقول عليها مجمع عمال مصر لصالح الحزب. بنيجي نقول ان المنظومه الاقتصاديه اللي نجحت ديت سلمناها لحزب شعب مصر، وبنقول له استخدمها فيما يخص فرص العمل للشباب، وبنقول له استخدمها فيما يخص رياده الاعمال ومساعده المستثمرين، وبنقول له استخدمها فيما يخص خدمه المصانع اللي موجوده واعاده تشغيل المصانع المتوقفه، المحاور اللي احنا هنتكلم عليها دايما. بحس ان الباشمهندس هيثم من اولى اولوياته تشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل، ايا كان ايدي عماله مصانع حصل لها يعني دروب ما. رشدت منك أخيرة لبرنامج صناع مصر للشباب اللي بتعاني من البطالة. احنا عندنا حاجتين، روشيتا مرتبطه مش بالشباب بس ولكن مرتبطه حتى بالقطاع الحكومي لانه هو الاهم. خلينا نتكلم عن الشباب بصفه مبدئيه لان حضرتك مثال اعلى للشاب الناجح اللي عارف يعمل منظومه ويديرها بشكل صح. برضه هأكد على نقطتين مهمين جدا، الحزب له توجه والتوجه مرتبط بخدمة الصناعة والمستثمرين والشباب. حقيقي. الشباب بالنسبة لنا لما بنيجي نقسمهم كرؤيتنا للحزب إما إن هو يبقى مستثمر في المجال الصناعي أو إن هو عايز يبقى كادر أو أحد العاملين في القطاع الصناعي. مرتبطة أولها بالتدريب والتعليم واحتكاكه بسوق العمل، وده اللي قدرت عمال مصر إن يبقى عندها مناهج مختلفة لتخريج دفعات من رجال أعمال، لتخريج فنيين ومهنيين، لتخريج إداريين ومديرين في الشركات، وده مرحلة مهمة جدا من خلال حتى تعاوننا مع الجامعات والمؤسسات التكنولوجية من خلال قسم هندسة إدارة المشروعات الصناعية، وده لأول مرة إن هو يكون موجود في المجال الصناعي. فمعنى كده إحنا بنبلغ رسالتنا إن الحزب عنده رؤية حتى في المجال التعليمي والمجال المهني بطريقة مختلفة، وباستخدام مرحلة الخبرات اللي عند عمال مصر نقدر نيجي نقول إن الحزب يكون في المصاف الأول لنهضة اقتصادية وصناعية مختلفة. كلمة أخيرة للباشمهندس هيثم في مجال العقار الصناعي لصناع مصر.
التطوير العقاري الصناعي، النهضه اللي شملته هيئه التنميه الصناعيه، ومن خلال توجيهات القياده السياسيه ان احنا عندنا 17 منطقه صناعيه وجدت بشكل كبير جدا، فعلى صناع العقار ان هم يبداوا يسوقوا بطريقه مختلفه. اعتقد ان برنامج صناع مصر هيكون ليه دور كبير جدا في تسويق المدن الصناعيه الجديده، في المدن الذكيه بالظبط كده، وفي نهضه صناعيه تكون مختلفه. برنامج صناع مصر عنده توجه مختلف، انا عارف ان هو كان ليه سابق خبره كبيره جدا في مجال التطوير العقاري السكني، ولكن دايما احنا كمهندسين لما نيجي نقول والله عندنا تطوير عقار صناعي وتطوير سكني وتجاري، المره دي هتكون تجربه مختلفه في المجال الصناعي. احنا محتاجين يكون ان البرنامج منصه لجذب مستثمرين حقيقيين، اما لزياده شراء قطع او عقارات صناعيه داخل السوق المصري، او من خلال ايجارات تكون بطريقه مسهله، او من خلال حتى مساعده الشباب الجدد في الحصول على قطع واراضي صناعيه من الدوله بطريقه سهله وبطريقه ما فيهاش بيروقراطيه ولا روتين. يعني اشكرك جدا، وان شاء الله نوعد المشاهد ان احنا عندنا باع من الحلقات نفهم يعني ايه العقار الصناعي، لان بند مهم جدا جدا مش كل الناس تعرف. مستعدين ان شاء الله نكون موجودين مع استاذه جينا ان شاء الله في برنامج صناع مصر. بشكرها النهارده على تواجدها في حفل تدشين حزب شعب مصر، وان شاء الله باذن الله يكون دايما من نجاح لنجاح، سواء كان في خدمه الصناعه، سواء كان في مجال العقارات او مجال الموارد البشري او الخامات او مستلزمات الانتاج في كل ما يخص الموارد البشري. شاكرين لحضرتك، شكرا جدا.